دلوقتي خلينا نروح نتابع مع حضراتكم أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله في سياق هذا التقرير. أخبار كتير هتحصل النهاردة، من بينها أنه هيكون موضوع خطبة الجمعة هو وما النصر إلا من عند الله، بالتزامن مع ذكرى انتصارات أكتوبر، وهي الخطبة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية عدا الجامع الأزهر لأنه بيتبع مشيخة الأزهر ولا يسري عليه موضوع الخطبة الموحدة. وشددت وزارة الأوقاف على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصاً أو مضموناً على أقل تقدير، وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين 10 دقائق و 15 دقيقة للخطبتين معاً الأولى والتانية كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز. وأكدت أنه من الأفضل أن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيمله، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير. النهاردة هتحتفل مختلف دول العالم بداية من الجمعة والمدة أسبوع في أكثر من 90 دولة حول العالم ومنها مصر بأسبوع الفضاء العالمي اللي بيعد أكبر فعالية سنوية خاصة بالفضاء بهدف التثقيف بشأن الأنشطة الفضائية وتعزيز التعاون الدولي في التوعية بالفضاء. النهاردة هتنطلق منافسات بطولة دوري الكرة النسائية في موسم تاريخي بيشهد مشاركة قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في أول ظهور لهما بدوري السيدات. بتفتتح منافسات البطولة بديربي قوي يجمع الفريقين في الرابعة عصراً على ملعب الزمالك بـ100 عقبة، وبتشهد 7 مباريات أخرى يلعب فريق ديلفي مع MP والمعادي واليخت ضد توت عنخ آمون، فيما يلعب المصري مع زد FC ومودرن سبورت مع بالم هيلز، والمقاولين العرب مع مركز شباب الأميرية واتحاد باسيون مع البنك الأهلي، وأخيراً بيستضيف الاتحاد السكندري نظيره بيراميدز.